الاستاذ سعد ابو لبده. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذه نهله، اهلا وسلام بحضرتك. ضيوفك. الله يخليك، وسلام لضيوفك الاعزاء. طبعا بنشكركم جميعا، بقالي فتره ما اتكلمتش على الجمع. عايزين الجمع سعادتك، عايزين نوسع فيه في محافظه المنيا. يعني عايزين الجمع ان شاء الله استاذ المحافظ ان شاء الله يدي يعني برهان كده للفلاحين ويساعد الفلاحين، والفلاحين سعادتك يعني اتخنقوا. يعني وفي معلومه سريعه، يعني مش داخله الجمع، عايزين املاك الدوله تتخفض شويه للفلاحين، وعايزين ان شاء الله الارض الصحراويه كلها الدوله تجهزها وتملكها وتصدر الجمع ان شاء الله. وشكرا لكم جميعا. شكرا لحضرتك، وان شاء الله مشروع المليون الفدان ده يصب في مصلحتكم كده، وان شاء الله عدد كبير.